المجيد، مثل ما بنقول بالإنجيل مجد الله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. حقيقة بلدنا اشتاق كتير للسلام، نتمنى أكيد بهالعيد المجيد أيامنا مباركة يحل السلام على سوريا وعلى كل الدنيا يا رب، ترجع الأيام مثل ما كانت بالأول وأحسن إن شاء الله. إحنا السنة عملنا مثل كرنفال ميلاد بيعبر عن يعني نزرع الأمل والفرح بقلوب الأولاد اللي صار زمان ما حست بالبهجة العيد وفرح العيد. أتمنى يعمل السلام والفرح وتروح الكورونا مشان يصير أوضاع أحسن ونقدر نقدم كشاف أحسن. كل عام وأنت بخير سوريا. بتمنى يعمل السلام بكل سوريا وتنتهي وباء كورونا بخير وسلام، ويكون عام 2021 منيح ما يكون مثل 2020. قبل الكل السلام، قبل الكل يعم السلام ببلدنا سوريا وروح هالمرض الكورونا. بتمنى تكون سنة خير على الجميع يا رب، وإن شاء الله تكون سنة محملة بالأمان وبالسلام. ترجع سوريا مثل ما كانت قبل، يعم السلام والأمان، ننتهي من قصة كورونا على خير وسلامة. السلام لكل العالم ونخلص من الأمراض ويعم الازدهار بالبلد. ينعاد عليكم وعلى الجميع بألف خير، وإن شاء الله يعم السلام على سوريا وعلى العالم أجمعين. يعم السلام بالوطن وترجع سوريا مثل ما كانت قبل، والله يرحم شهدائنا يا رب. ينعاد على الجميع بالصحة والسلام ويخلص هالوباء ونصير كلنا بألف خير يا رب.